لك أعمال عديدة ومعروفة، وتجربتك رائدة في كانت قديمة هذه، وقديمة جدا يعني يعني. آخر تجربة قبل يمكن 10 أعوام أو 12 عام. كان عمل إيش؟ آخر عمل، إيه؟ آخر عمل كان كدراميا يوميات راشد اللي هو الجزء الثاني من من وضاحي. وضاحي. الجزء الثاني هذا جاء من وضاح بعد 10 سنوات توقف، يعني حاولنا نستغل النجاح اللي حققه مسلسل يوميات وضاح، وعندما ذهبت للتلفزيون ليقدم الجزء الثاني فقال لي المسؤول في تلك الفترة، وكان يدرسني في الجامعة أصلا، قال لي وش عندك يا حمود؟ قلت والله عندي مسلسل الجزء الثاني بعد وضاح اللي حقق نجاح وذا. قال إسلامي، ها 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 ها. عندها أسقط في يدي، يعني تخيلت نفسي في إحدى القنوات الغريبة الغربية أو التي ليست في السعودية، يعني أنه هو كان عمل أصلا يعني ليس إسلامي كإسلامي، لكن تربويات سلوكيات إسلامية أدبية، فقبلت بالاستهتار، يعني أنه ما نبغى النوعية هذا. أخروني 10 سنوات حتى عمدت في يوميات راشد لابن عم وضاح. ما حاولت تقدم فكرة أخرى غير يمكن هذه ما ناسبتهم تلك الفترة، أو فكرة أخرى تناسب المرحلة أو أفكار أخرى؟ والله المرحلة يعني مهما حاولت ما دامك لست من ضمن الشلة حقتهم ما تمشي. وأنت عاتب. دائما قدمت عدة أعمال يقول لك البند لا يسمح، البند لا يسمح. فقلت مرة كتبت في الصحف، قلت عجبت لهذا البند الذي لهذا البند المطاط الذي يتسع لغيري ويضيق عند أعمالي. فكانت العلاقات الشلالية مشكلتنا.